السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الأخوة والإخوان في المنطقة الشرقية يسلمون عليك. عليكم وعليكم السلام. وبشرك يا شيخ بأن بمثل هذه المجالس تم نفع كبير وخير كثير للناس عموما. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الحمد لله. نسأل الله. وسؤالي هو أنه يوجد في بعض مناطق أعمال الشركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدربة فتدخل في مقدمة السيارة اللي هي الغمارة، ثم يبدأ بالشم واللحس، فماذا على صاحب السيارة من حيث نجاسة المقاعد والأماكن التي شمها؟ وجزاكم الله كل خير. أما الشم فإنه لا يضر لأنه لا ينفصل من الكلب ريق، وأما اللحس فسينفصل منه ريق، وإذا كان ثيابا أو شبهها فإنه يغسل 7 مرات، ولا نقول احتها بالتراب لأنه ربما يضره، لكن نقول يستعمل عن التراب صابون أو شبه من المزيل ويكفي. ولكن لا أدري لماذا يرسلون الكلاب على السيارات. في بعض أعمال المناطق تكون مناطق محظورة صناعية، يعني معامل وكذا، فخوفا من يعني دخول بعض متفجرات وكذا، فتجعل هذه فتشم أو تلحس الدركسون ومقدمة السيارة، فكيف يعني يتم؟ وكما قلت لك، ولو حصل في مثل هذا ان اللي يعتاد الدخول انه يجعل بلاستيك يلفه على علشان اذا انتهت العمليه يلقي هذا البلاستيك. هي عموما تكون عشوائيه، فهي ليست كل يوم وانما تاتي من وقت لاخر. اي نعم. فيصعب يعني اذا كما قلت لك يوصل بماء وصابون وشبه، يعني توقف السياره ثم اذا تعدى بس لا يمسها، لا يمس الذي لحسه الكلب ويده رطبه، لانه لو لمسه ويده رطبه تنجست اليد. ولكن بعازل مثلا يجعل؟ لا بس بعازل ما يكون النجاسه حتى يتقدم وتيسر له فعل ذلك. نعم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم.